موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء وصحة عيدكم. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بيوم الغد إن شاء الله عودة الأمطار على كافة المناطق الشمالية في بداية الأمر، تشمل الولايات الغربية، لتلتحق خلال النهار إن شاء الله على المناطق الوسطى وحتى المناطق الشرقية على السواحل وحتى على المرتفعات. تقريبا نصف الوضعية الجوية على شمال الصحراء وحتى على منطقة الثورة، مرتفعات الهجار والتسليم، مناطق الجنوب الشرقي وحتى على أقصى الجنوب. تبقى السماء الصافية مستقرة على الصحراء الوسطى. خلال هذه الليلة وخاصة فجر صباحة الغد إن شاء الله، درجة الحرارة الدنيا لن تتعدى 18 درجة على السواحل، 14 على كل من قلمة، ميلاخ، نشلة، سوق هراس، 17 درجة على الهضاب العليا الغربية، 25 درجة وهذا على شمال الصحراء، 24 على مرتفعات الهجار والتاسيلي، ودائما أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 31 درجة على كل من برج بجي مختار وحتى على عين قزام. خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستعرف تراجع وخاصة على الجهة الغربية مع 21 درجة على البيض المشريان عامة سعيدة، 22 على الجلفة، دائما مرتفعة الجهة الشرقية والمناطق الوسطى، مقاييس ما بين 28 درجة على العاصمة إلى غاية 36 درجة على المقياس على كل من قلمة، ميلاخ، نشلة، سوق هراس. بالجنوب تتراوح ما بين 32 أقول عفوا إلى غاية 36 درجة وهذا على شمال الصحراء، 32 كذلك على إليزي، 37 على مرتفعات الهجار والتاسيلي، دائما على مقياس على الصحراء الوسطى وحتى على أقصى الجنوب على كل من برج بجي مختار وحتى على عين قزام. البحر يوم الغد بحول الله هناك تموج على كافة السواحل وخاصة على المناطق الساحلية الوسطى وحتى على الجهة الغربية، رياح ستشتد ضمن تيار جنوبية غربية تصل 60 كيلومتر في الساعة، معتدلة على الجهة الشرقية تصل 40 كيلومتر في الساعة. أحوال الطقس على بعض مدن الشرق الأوسط اليوم الغد بحول الله، أجواء غائمة على القاهرة، أجواء متقلبة مع سحب عابرة على بغداد وحتى على دمشق، عمان، جدة، الخرطوم حتى على مسقط، أبوظبي وصنعاء، بينما أجواء مشمسة وحارة على كل من الكويت وحتى على الرياض. درجات الحارة في ارتفاع على بغداد مع 46 درجة وهذا تحت الظل، تنخفض على صنعاء إلى غاية 31 درجة مئوية. وقت غروب الشمس على مستوى العاصمة اليوم الغد إن شاء الله سيكون في حدود 8:03. ولأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. شكرا على المتابعة، في أمان الله. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.